مرحبا احبيبي، اليوم بدنا نعمل مع بعض طريقه الجليبي. هيدي طريقه الفواكه الفريز والبري، طريقه كتير سهله ورائعه لرمضان وكتير كتير طيبه وحلوه. بهيدا الشكل لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا اول شي توت بري فريز، توت ازرق جلي، مي مغلي 340 ميلي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. منحط الجلي بالمي المغلي، نعمل زرفة جلي بس، حركن منيح. حاول حرك منيح عشان يذوب الجلي وما يبقى منه حبيبات. بس داب الجلي هلا بدنا نجهز القالب. بحط حوالي نص ملعقة صغيرة زيت نباتي، بدهن القالب عشان هيدا الزيت، عشان بس حط الجلي واخر شي جمد تشيله بسهولة ما يلزق يعلق الجلي وينتزع عنا هذا الجلي اللي عم نعمله انا وياكم. بدهن القالب منيح. هلا بحط هيدول البر اللي عندي والفريز، ممكن تحطوهم فريش وممكن تحطوهم متلجين، المتوفر عندكم. هلا بنحط الجلي. بسم الله. بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد ساعة. بعد الساعة بس اتأكدت انه الجلي جمد، عنا هون ظرفة جلي و350 ملي مي مغلي. بدنا نكفي الطريقة مع بعض. نفس الشي بحركة جلي ليدوب. بس داب الجلي عنا هلا بحطهم فوق الجلي اللي جمد. شو بعمل؟ ما بحطهم دفعة واحدة لهدول الجلي السخنين، عشان إذا حطيتهم دغري فوق هولي رح يرجعوا يدوبوا هولي ويطلع الفواكه لفوق. بحطهم بهيدا الشكل تدريجيا وبوزعهم بهيدي الطريقة. شايفين كيف؟ عرواق عشان ما يطلع الفواكه لفوق، ما تطلع الفواكه لفوق. بتمنى الوصفات اللي عم بعملكم اياها تكون عم بتنال اعجابكم. انا كان فيني اعمل ظرفين جلي وحط الفواكه بقلبهم، بس هيدي الطريقه افضل، بتجمع الفواكه مع بعضها، ما بتتوزع كتير الفواكه. يلي بحب انه تتوزع الفواكه انتو حسب الرغبه، ما في اي مشكله. عم حاول قد ما فيني بسط لكم الامور. شايفين كيف؟ هيك عم ننزع الجلي اللي كانت مجمدة. هلأ اوريدي الجلي اللي حطيتهم بردوا بحرارة الغرفة، أكيد عشان الجلي السخن والجلي المسقع صارت حرارتهم كتير منيحة. هلأ دغري بحطهم بالبراد كمان ساعة. رواق عشان ما ننزعهم. هيدا الجلي بعد ما حطيته بالبراد ساعة. هلأ بدنا نشوف كيف طلع مع بعض.
بسم الله. أول شيء بدنا نحاول نفصله عن القالب. ما شاء الله بهيدا الشكل. هيدا الجلي اللي عملته انا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي.